مقاول مدتين مسجلون في السجل الوطني طبعاً من شركة قائمة، ومقاولة صغيرة والحرفية إضافة إلى تعاونية للدولة. لقد رصدت الدولة غلاف مهم هذا البرنامج وفق جدولة زمنية محددة في حيث وصل غلاف 8 مليار ديال الدرهم ثلاث سنوات. كنا غادي ندخلوا في هذا المبلغ في الصندوق الحسن الثاني للتنمية والميزانية العامة. المهم في هذا هو النسبة ديال الفائدة غادي تكون 2% في المشاريع الحضارية و 1.5% في المشاريع القروية. اليوم كنحضروا اللقاء التحسيسي الخاص ببرنامج إدماج البرنامج المندمج لتمويل المقاولات. الهدف من هذا البرنامج هو إيجاد فرص جديدة للشباب من أجل خلق مقاولاتهم لولوج سوق الشغل. هناك يعني برنامج اللي هو واعد ان شاء الله بالمواد اللي جا بها والخدمات اللي جا بها للشباب. بطبيعه الحال هناك شركاء اساسيين اللي هما الابناك اللي الان كينخرطوا في هذه العمليه من اجل انجاحها، بخصوص انه الحضور الفاعل الاساسي اللي هو الابناك في هذا البرنامج هو الركيزه الاساسيه لانجاح هذا البرنامج ان شاء الله. حضورنا احنا كوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل والكفاءات حضور متعلق بمواكبه الشباب بالخصوص. الاساسي بالنسبه لنا هو تقديم خدمات في اطار المواكبه من انطلاقا من فكره المشروع الى اعداد البرنامج يعني البيزنس بلان ديال المشروع، وفي نفس الوقت يعني مساعده الشباب على خلق المقاوله شكلها القانوني. الدماغ دابا واحد الميدانية تنمية الحياة المائية اللي كاين واحد الدعم اللي عطاته الدولة الله يجازيها بخير اللي غادي يوصل يدوز به واحد المرحلة. النتيجة ديال 1% اللي ربحناها من 2018 ل 2020